يعني من الآخر كيف أعرف النبي الكذاب والكتاب اللي حذرني منه وإيش أعمل حتى أكون أنا في المكان الصحيح واحد من الحاجة المهمة جدا جدا أنا هاخدها بالظبط كده لو أنا عايز أمشي مع واحد رايح مشوار رايح مكان معين <applause> همشي مع اللي عارف الطريق ولا اللي مش عارف الطريق وتايه <applause> ناس كتيرة وديانات كتيرة عايشين ويديلك مبادئ واخلاقيات او حتى لا اخلاقيات لكنه مش عارف بعد الموت هتروح فين هو نفسه مش عارف رسل رسل برسل لديانات مختلفه مش عارفين هيروحوا فين بعد الموت لكن انا معايا النبي الحقيقي كمال النبوه المخلص الحقيقي شخص ربنا يسوع المسيح قال عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياه أمين. فهنا انا معايا اللي عارف الطريق مش بس اللي عارف الطريق ده هو الطريق وما طريق غيره هو اللي بيعلن عن الله هو اللي في الج... هو الله الظاهر في الجسد هو كمال الاعلان وكمال النبوه هو اللي تمم الخلاص أمين. فانا يا ترى عايز لو عايز اخدع نفسي ادور على طرق مختلفه لكن انا معايا اللي عارف الطريق اللي قال عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياه انا مش بتكلم عن ديانه معينه لكن انا بتكلم عن لو انت عايز خلاصك ما غير طريق واحد للخلاص من خلال شخص ربنا يسوع المسيح الشخص الصادق الامين اللي كل جاله تم والناس لما شافوه ودي حته برضه حاجه سيس يمكن في الحوار حضرتك ذكرت اكتر من شاهد لكن من ضمن متى 21 إن ما حصلش الكلام ده قبل كده، والمولود أعمى منذ الظهر لم يُسمع أن أحد فتح عيني أعمى، واحد خلق عيون جديدة. مم. فهنا المسيح كمان قدرته مش بس مجرد نبي يتنبأ لكن هو كمال النبوة هو الطريق الوحيد للخلاص، فأنا بصلي إنك أنت تكون مع المسيح تؤمن بالمسيح تيجي للمسيح عشان هو الوحيد اللي هيوصلك للسماء وما فيش غيره.